عليكم ورحمة الله وبركاته. متشبعين الكرام، أتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. جديد شارع محمد الخامس، خصوصا الجزء اللي كان كيتواجدوا فيه الناس ديال دور الصفيح. فالجديد ديال الشارع هو أن الشوارع اللي في الجنبات ديالو عرفات تغييرات مهمة، واللي كتجلى في عملية الهدم اللي شملات باقي البنايات المتواجدة بتراب الملحقة الإدارية الثامنة اللي سجلات صفر براكة، وكذلك الملحقة الإدارية الثالثة اللي سجلات صفر براكة. كما كتشوفوا هنايا التشوير الطرقي، كنشوفوا هنا الناس باقي مولفين على الطريق في هذا الشكل هذا، لكن اللي كان مأكد الإخوان السائقين والأخوات السائقات يردوا البال في الطريق وما يجريوش، يردوا البال في الطريق هادي وما يجريوش. راه عطينا نمشيو ب 60 كيلومتر في الساعه، ولكن راه الناس كيجلسوا الاخوان هنا في الجنبات ديال الطريق، الناس كيقطعوا بزاف هنايا بحكم ان الدنيا راه هنا عامره بالساكنه هنا في الشيخ الضاوي، والناس ساكنين هنا حدا صيدليه بوعروس، وكاينين الديور اللي كانوا وسط الدوار هنايا. يعني الطريق هادي راه ماشي ديال 60، ماشي ديال 80. الله يجازيكم بخير. وراه ملي كنهضروا على هذه المساله هذه، راه الطريق كامل كيخرجوا الناس مساكن مع الجو حار وهذا، كيخرجوا يتبردوا هنا في الجنبات. يعني هانتوما كما كتلاحظوا معنا في الصوره هنا يكونوا ناس واقفين هنا جنب الطريق. الله يجازيكم بخير، ردوا البال. بالنسبه للاشغال واخر التطورات ديال الاشغال هنايا في الجنبات ديال شارع محمد الخامس، فالاشغال غترجع من جديد ان شاء الله بصور جديده اللي غادي تعطينا المسار ديال الترامواي، وغادي نشوفوا اشغال اخرى ان شاء الله بمدينه تمارا اللي غادي تغير من شوارع المدينه. الكل كان كينتظر ان تسجل صفر براكه، خصوصا في النقطه ديال جامايكا، بحكم ان بزاف ديال الطرقان، بزاف ديال الطرقان كانوا فيهم البرارك. فالحمد لله تسجلات صفر براكه بالملحقه الاداريه الثامنه، في انتظار تسجيل صفر بالركاب الملحقة الإدارية السادسة، وكذلك حل المشكل ديال أفراد جيش الودايا. فاللي كان بغي نأكد عليه بالنسبة للنقطة ديال أفراد جيش الودايا، فإن شاء الله الخير جاي للقدام، الفرج ربما قريب إن شاء الله. واش غادي نشوفوا اللوائح كيتعلقوا، واش غادي نشوفوا بداية المنادات على الأوصار وتسويه الوضعيه ديال مجموعه من الاوصار، والامور غتمشي بالتدريج. فهادشي كله غادي نعرفوه ان شاء الله من خلال فيديوهات قادمه ان شاء الله. فنتمنوا من الله الخير والتيسير للجميع. مباشره من الحي الصناعي، ما بقى لي اخوتي غنقول لكم تهلاو ليا فراسكم. كنا معكم في ملخص خفيف ظريف على الجديد ديال شارع محمد الخامس، في انتظار مشاريع، في انتظار انطلاق مشاريع اخرى بمدينه تمارا. واكيد ان شاء الله ابتداء من الاسبوع القادم غنشوفوا تغييرات كبيره. الله يسخر الامور، تهلاو ليا فراسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.